المعرض ضم حوالي 70 حرفي مشارك من مختلف ولايات الوطن وكذا يعني بلديات بسكرة. المعرض إن شاء الله يدوم من 31 إلى غاية 9 نوفمبر المصادفة كذلك للاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للحرفي. الجمهور الكريم البسكري وولايات القريبين مدعوون لزياره المعرض. اليوم راني مشاركه في المعرض بصناعه مواد تجميل طبيعيه. عندي مواد تجميل طبيعيه اللي عندي خبره فيها 3 سنوات، متحصله على دبلوم في المعهد وايضا في الجامعه. ايضا اتممت مسيرتي اني قمت ببراءه اختراع في المجال. والمنتجات اللي راهي متواجده الان راهي منتجات طبيعيه 100%.